انطلقت اليوم أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في الدول الأعضاء التي تستضيفها المملكة في مدينة جدة تحت شعار الصحة في جميع السياسات، باجتماع تحضيري لكبار الموظفين سيرفع توصياته ومشاريع القرارات للاجتماع الوزاري الذي سيعقد يومي 6 و7 ديسمبر الجاري. جدول الأعمال حافل، نتمنى لهم النجاح في مجالات مختلفة، بس من أهم النقاط هي ما يسمى الصحة في كل السياسات. هذا توجه جديد، إن ليس فقط وزارة الصحة ولكن جميع المنظمات والوزارات وحتى المنظمات المدنية. وتناقش الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة من الفترة من 2014 وحتى 2023، وتعزيز التعاون ونمط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض السارية وغير السارية ومكافحتها والحالات الصحية الطارئة والكوارث. تسعى المملكة من خلال هذا المؤتمر لإضافة محور الصحة في جميع السياسات، إيمانا منا بأن هذا المحور مهم جدا لتحسين حياة الفرد وانعكاسه على صحة المجتمع. المملكة العربية السعودية الشقيقة استضافت هذا المؤتمر من أجل تقديم أفضل رعاية ممكنة للشعوب الإسلامية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر اعتماد صلاحيات فرق منسقي البلدان الرائدة واللجنة التوجيهية المعنية بالصحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.